اول ذا وورد ولا تقول لي شنو تاع ثاني عيد اي سيدي نمشيو اخبار سعيده مش سعيده نمشي للاخبار تفضل سيدي تفضل مرحبا اخبار سعيده اخبار مش سعيده يوم الجمعه جعفور ديما ماذا بيه نكملوا الاسبوع باخبار سعيده اخبار سعيده مش اخبار مش سعيده نعرف اللي فما شويه اخبار مش سعيده لكن باش نحكي لكم على زوز اخبار سعيده الاخبار الاولاني يهم الفلاحه لازم تعرفوا اللي القاره نتاعنا الكل اللي هي القاره الافريقيه اليوم مطمع على خاطر امكانياتها الفلاحيه وبرشا اصناف نتاع خضر ولا نتاع غلال الناس يحبوا يرجعوها يرجعوها لبذرتها الاصليه بعيد على الـ يمكن الاضافات الكيميائيه وغيره واليوم موجودات هذه زادة قاعدة صايرة في تونس نحكيو على الطماطم الحزقية تعرفوها الطماطم الحزقية ولا لا؟ لا الطماطم الحزقية طماطم جميلة جدا مزيانة كبيرة في التاي متاحة بطريقة طبيعية والبذرة متاحة كانت موجودة في تونس اسمها حزقية اسمها الحزقية الطماطم الحزقية والطماطم هذية كانت تنجم تنقرض البذرة هذية تمشي كومبليتمون فما زوز فلاحة توانسة اللي هما رجعوا يخدموا على البذرة هذية باش تولي موجودة وترجع تكون موجودة في السوق التونسية بالكدا والبذرة هذية تولي موجودة بطريقة شعبية وناس تتمتع بها وبعيد على المواد الكيميائية بالذات تعتبر الطماطم هذه من السلالات النادرة وكما قلت لكم المهدد بالانقراض دونك برافو عليهم الزوز فلاحة هذوما اللي هما البحري السالمي وكريم زردوم اللي خدموا على إعادة هالبذرة هذه برافو لهم الاثنين صغير يعمل 6000 كيف وراهو نعاودوا نقولوا الفلاحة في تونس يعيشوا في أوضاع صعيبة لازم الناس الكل تقف معاهم لازم القوانين تطوع عليهم باش نجموا نحققوا الأهداف المرجوة من الفلاحة تاعنا برافو عليهم عملت رشيش تاع زينوب الحجم هذا اللي بدا لك حرق العادة وبالحق وبنينة برشا وانا نحب نقول انه سياسه الدوله بالحق راه مش كان السياحه مهمه في تونس رانا تونس معروفين بالفلاحه ماذا بينا اون انفيستي انكور بلوس في الفلاحه اكثر واكثر ونرخصوا في التراكتورات ونعطيو الاراضي وليزانجينيور نتاعنا ليزاغرونوم اللي خارجين صحيت ليزاغريكولتور ونعملوا نحاولوا نعملوا شراكه بين عباد عندها اراضي وديزانجينيور متخرجين عندنا ديزانجينيور اغرونوم قوين على الاخر دونك ماذا بينا نستغلوهم وراو بلادنا ما تطلع كان بالفلاحه يا رافع دروما معروفه الحكايه يا رافع يا ربابي يا زينب مشيت لفرنسا مشيت لالمانيا مشيت لكندا مشيت لايطاليا والله العظيم الكريم مشيت للخليج والله العظيم الكريم الخضره نتاعنا لا ثم في العالم والله يا ولدي شفت فلفل قد كان اصفر أي. واخضر واحمر واورانجي شفتهم الكل امل بنا مش هي ما ليش احنا عندنا كبر العبيد يا ولدي بسم الله شيء بنين فاوح راوي وراه وراه وراني تعمل يا ولدي قلت لك كليت قرن فلفل قدك فرنسا قدك ما حتى حروريه انت تعرف الكلام صحيح وكلام رفع صحيح على خاطر شكون اللي بنى سمعه كبيره على لي برودوي نتاعو هما لي زيتاليان اللي هما جيراننا نتاع الشمال الوغ كو احنا عندنا لي ميم كونديسيون نفس الشمس نفس النوعيه نتاع التراب عندنا دي برودوي فعلا دي برودوي خارقين للعاده والبذور نتاعنا زادها مشاو لغادي وخدموا غادي ولات يقول اقسم بالله البيتزا نتاعنا في تونس كليت في ايطاليا بيتزا كليت برشا بيتزا في ايطاليا والله البيتزا نتاعنا لا ثم في العالم ودي مش نورمال يودي ثم جو ممكن انا امبارح ثم جو المقارونة سباجيتي ايطاليا ما هو كونيل مقارونتنا ما ثماش اكل مشخشخة والصوص والدنيا فهمتني ما ثماش رسمي رسمي راه ولا بنحكي لك هما يعملوها الدنتي سانا ضد الالدنتي ليه باهي الالدنتي خاطر ما تسمنش باهي ياسر راهو الالدنتي صحيا رائعة جدا انت تحبها اكثر معجنة مقرونة زيدة طيبة بيت أكيد بيت خاصة تجمرها وتلصق في الكسرولة لا 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 أو يا شو اسمه هو يا جابرييل جابرييل يا جابرييل